حتى الأنظمة التوتاليتارية القليلة كشف حالها وبتعرف إنه هيدا ستالين أو هيدا هتلر وهيدا شرير. بس اللي أخطر من الشرير هو المخادع. المخادع هيدا أخطر، إنه هيدا ببين حاله آدمي وحريص على الدستور بيكون عم يخدعك. إمبوستور. نحن نعيش عهد مخادعة، لأنه عندك الكذاب. الكذاب عنده حقيقة خفية ما عم بيقولها بس معترف فيها، درجة راقية هيدي. عندك تاني نوع المحتال. المحتال عنده مأزق وده يخرج منه، لكن المخادع يستعمل الحقيقة لخداعك. هيدا الشيطان. الشيطان شو؟ وكان يسوع كان رحوم متفهم تجاه كل الناس، الخطأ والضعاف وما عم يفهموا، لكن قول ويل لكم. لمين ويل لكم؟ للمخادعين. نحن بحالة احتلال، في احتلال، احتلال غير مباشر، أصبح مباشر لأنه ما لنا ميليشيا. لا عم نقول إنه ما له وجود مادي على الأرض. ما له وجود مادي. بس في احتلال وتدخل بالمال والسلاح. بالمال والسلاح. والحل لهذا شو اسمه رأي لبناني عام موسع. مقاوم مناضل كل يوم. ابتداء من اليوم. من اليوم لازم اللبناني يحط بدون عدائية تجاه أحد. منقدر نعمل هيدي ال. إيه منقدر، لكن المخادعين بصيروا يدخلوك من جديد بممانعة ومقاومة والجنوب والعدو والتخوين.